هذا يسأل عن حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، هذا حديث صحيح، لأن المطلوب من المسلم أن يدخل في الصلاة وهو حاضر القلب مقبل على صلاته حتى يكون من الخاشعين في صلاته. أما إذا كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا يحضر قلبه في الصلاة. إن كان جائع وحضر الطعام، لو دخل في الصلاة يبي يتعلق قلبه بالطعام ولا يحضر للصلاة، فيأكل من الطعام حتى يأخذ نهمته ثم يدخل في الصلاة وهو مرتاح. ما يقول أقدم الصلاة على الطعام، لا، يقدم الطعام علشان يدخل في الصلاة وهو مرتاح حاضر القلب. وكذلك إذا كان مشغولا بالبول أو بالغائط فلا يدخل في الصلاة، يقول أقدم الصلاة أبدي الصلاة، لأنه يشغله البول، يشغله الأخبثان عن حضور القلب ويتملل من الصلاة وده يخرج منها ولا يحضر قلبه فيها لأنه مشغول بما هو فيه، فيتخلى، يتخلص من البول، يتخلص من الغائط، ويتوضأ ويدخل في الصلاة وهو مطمئن. الصلاة عبادة لا بد لها من حضور قلب، لا بد من خشوع بين يدي الله سبحانه، ويقطع الإنسان أشغاله في الدنيا ويدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة يكون شغله الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. نعم.